يجب عليكم أن تتنبهوا، إن الناس يخططون إلى بعيد، وليس هذا الأمر بقريب بل من زمان قديم، وهم على هذه الحال كما قال أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى. أسمعتم أحدا منهم يسب أبا جهل، يسب أبا لهب، يسب فرعون، يسب هامان، قارون، السامري، أيسب النمرود؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه في